هي معلومة واحدة بس وما عرفتش غيرها. صدقيني، أي معلومة غير من البنت دي تكون فهي معلومة ما لها أي قيمة بالنسبة لي. بس أنا عرفت هي تبقى مين. من؟ البنت دي تبقى الوريثة اللي يوسف ناوي يكتب لها كل حصته من الميراث. وش عرفتي بعد؟ ابدا، هو ما قاليش اي حاجه تانية. بيورثها بصفتها من؟ دي المعلومه اللي حصلتي عليها ما يعني انك عرفتي من هي تكون. ايوه بس يعني على الاقل احنا عرفنا هي هتبقى مين. وكيف قال لك صار زي هذا؟ شكله كده بطل يعتبره سر وناوي ينفذه قريب. أمك ما سألتك عن شيء؟ حضرتك طلبت مني إني أحرص وما أقولش لحد خالص على الموضوع ده، وأنا نفذت. ويوم لبستي ملابس الشغل؟ عادي يعني، ما سألتش. ويوم غيرتيها؟